أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي أسباب التأثر بالقرآن؟ أسباب التأثر بالقرآن كثيرة، منها حضور القلب، استعاذة بالله من الشيطان في بداية، من الشيطان الرجيم في بداية التلاوة. فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، ويكون هذا بحضور قلب، يكون استعاذة باللسان فقط، تستعيذ وأنت تعرف معنى الاستعاذة وتقصده، فحينئذ الله جل وعلا يبعده عنك. وكذلك التدبر، تدبر الآيات، هذا مما يؤثر في القلب، خشية إذا تدبرت الآيات القرآنية. نعم.